بجد يسلم لصاحب الفكرة دي. عطار قال لي على الوصفة دي، قلت لازم أفيدكم كمان، فكرة منزلية وحيلة ما جاتش على بالك قبل كده، يا ريتني كنت عرفتها من زمان. هترجعي تقفي على رجلك تاني بوصفة طبيعية وموجودة عندك في البيت وانت ما تعرفيش. لو أول مرة بتشوفوني، أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. الفيديو بتاعنا مليان أفكار إن شاء الله هتعجبك وهتخرجي مستفادة. يلا بقى ندخل على الفيديو على طول وأقول لكم على الوصفة اللي هتعجبكم جدا. وأول حاجة هتجيبي طاسة وتحطيها على النار وتحطي فيها معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهتنزلي عليهم بحبة كده من الشبت. هتسيبيهم كده في الزيت لغاية ما تطلع ريحة الشبت معاكي، وبعد كده هتضيفي لها عود من النعناع، يفضل طبعا يبقى نعناع فريش كده، ولو مش عندك يبقى عادي جدا نعناع مجفف، اللي عندك اعملي بيه. هتسيبيهم بقى على النار كده حوالي 3-4 دقايق لغاية ما الخضار بقى اللي عندك ده ينشف معاكي خالص، يعني هيدبل معاكي وينشف خالص. عايزه اقولك بقى بجد ريحتهم طالعه تحفه جدا. هتسيبيهم بقى كده على النار لغايه ما ينشف معاكي خالص. زي ما انت شايفة كده الاطراف بتاعته بدأت تنشف خالص، هتسيبيه لغاية ما كل الخضار اللي عندك ينشف خالص. بص شكله بعد ما سبته على النار حوالي 5 دقايق دبل معاكي ونشف بقى ده شكله. هتجيبي بقى المطحنة بتاعة الخلاط او الكبة وهتحطي فيهم الخليط اللي احنا عاملينه ده، لو الكمية عندك كبيرة هتقدري تعمليهم في الكبة، بس طبعا عشان الكمية بسيطة هتعمليهم في المطحنة ومش هتحتاجي كبة ولا اي حاجة. هتجيبي بقى الكمية كلها وتحطيهم في المطحنة بتاعتك زي ما انا هعمل كده بالظبط. انا عايزه اقول لك انا سبتهم يبردوا خالص ويهدوا خالص. تعالي بقى نضيف اخر مكون معايا وهو زيت الكافور. عايزه اقول لك انه بيتباع عند اي عطار. انا عايزه اقول لك ان انا جايبه الحبه دول بحوالي 10 جنيه. هتجيبيهم وتاخدي منهم معلقة كبيرة بس، هما حوالي معلقتين كبار، انا خدت منهم معلقة واحدة بس. هما كده جاهزين معايا، ياخدهم بقى واطحنهم كويس جدا. بعد ما طحنتهم ده شكلهم زي ما احنا شايفين كده، تقدري طبعا تصفيهم وتقدري تستعمليهم كده على طول اللي تفضليه بقى اعمليه. انا خليتهم كده من غير ما اصفيهم ولا اي حاجة. عايزة اقولك ريحتهم بجد تحفة جدا. تعالي اقولك بقى احنا بنعمل كده ليه، وتعالي اقولك الوصفة الحلوة دي هتفيدك في ايه. الوصفة الحلوة دي بقى لخشونة الرقبة. لو عندك بقى حماكي او حماتك او مامتك او باباكي عندهم خشونة كده، او حتى انت بتطلعي السلالم بالعافية وكل ما تطلعي بتتعبي جدا وبتحسي بألم فظيع، هتدهيني دي وتدفي رجلك كويس جدا.
لو عندك بقى أي حد بيعاني من خشونة الركبة تقدري تشيري له الفيديو ده، بجد هيستفاد منه. هي مش بس للخشونة وبس، لأ كمان للصداع. ولو عندك بقى رقبتك فيها ألم هتقدري تدهنيها وتدفيها، بجد هتلاقي النتيجة هتعجبك جدا. عن تجربة النتيجة بجد حلوة جدا، بجد جربيها وهتدعيلي. مش بس للركب، لأ كمان لعلاج أي ألم في العظام. عندك بقى لو في الرقبة أو كمان ظهرك بيوجعك أو حتى عندك صداع، هتدهني بقى منه وتدفي المنطقة اللي بتوجعك دي، وبجد هتلاقي النتيجة هتعجبكم جدا. وصفة طبيعية وبمكونات موجودة في البيت وما تكلفتيش أي حاجة، هو بس الزيت الكافور اللي جبناه من عند العطار ومش أكتر من كده، والباقي كله كان عندك في بيتك وبمكونات طبيعية. هتحصلي على النتيجة دي، أتمنى تجربوه، مش مكلف خالص وبمكونات في البيت، والنتيجة بجد هتعجبكم جدا. كل اللي عليك هتدهنيه زي ما أنا بدهنه كده على المنطقة اللي بتتألم عندك، عندك بقى أو عند أي حد بيعاني من خشونة الركبة، بجد النتيجة هتعجبكم جدا. أتمنى تجربوها، وتقدري طبعا تصفيه أو تسيبيه وتعمليه زي ما أنا عملت كده بالظبط وما صفيتهوش. حطي الخيار على النار ورجع لون بشرتك فاتحة، بجد فكرة حلوة قوي. لو انت بقى في مصيف وايدك وبشرتك اسمروا كده من الشمس، هترجعيهم بحاجة بسيطة جدا. هتجيبي الخيار اللي عندك وتبشري كده، هتصفيه بقى وتاخدي كل المية اللي فيه، كده هو جاهز عندي. وبشر الخيار اللي احنا صفينا منه المية برضو هنحتاجه. هنجيب بقى معلقة صغيرة من النشا وندوبها في المية اللي طلعت من الخيار، هحاول بقى ادوب النشا فيها كويس جدا. هنجيب بقى بشر الخيار ونحط عليه معلقة صغيرة من القهوة، وطبعا مية الخيار اللي احنا حطينا عليها نشا انا هحط عليها معلقة كبيرة من المية علشان النشا يدوب عندي كويس جدا. واخدهم بقى وعلى النار زي ما احنا شايفين كده، بص شكلها بعد ما سويتها على النار. هضيف بقى عليها معلقة صغيرة زي ما احنا شايفين كده على طرف المعلقة من الفازلين الطبي، كده بقى عندي احلى كريم لترطيب وتفتيح البشرة. بجد لو عندك اي منطقة غامقة هتلاقيها افتحت بمجرد ما هتحطيه عليها لمدة ربع ساعة. بجد الخيار والنشا هيفتحولك الجسم درجتين من بواقي الخيار اللي عندك في البيت، قدرتي تعملي بيهم كريم حلو قوي. بجد حاجة مش مكلفة خالص وهتوفر لك فلوس كتير قوي بتشتري بيها كريمات كتير. تعالي اقول لك بقى على بشر الخيار الخشن اللي احنا سبناه ده وحطينا عليهم قهوة. بقى تعملي بيهم ماسك على بشرتك او ايدك او اي منطقة غامقة عندك وتغسليها بعد ربع ساعة، وبعدين تحطي بقى عليهم الكريم اللي احنا عملناه ده. بجد حاجة تحفة جدا، حاجة سهلة وسريعة ومفعولها بجد حلو قوي. وزي ما احنا شايفين كده النتيجة من اول مرة، جربيها ومش هتندمي، النتيجة بجد هتعجبكم جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الافكار اللي قدمتها في الفيديو بتاع النهاردة، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله.